من القاهرة، من القاهرة مع إيهاب نافع. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمه وبركاته، اهلا بكم في حلقه خاصه هذا اليوم من القاهره حول الاحداث المستجده على الساحه السياسيه المصريه. والمجتمع المصري يترقب اليوم، البعض سماها مليونيه الزحف والبعض سماها اسماء اخرى، لكن في النهايه احتشاد لاعداد ضخمه من المصريين في ميداني التحرير والعباسيه، وحديث عن اخبار وتطورات كثيره في الموقف على ارض الواقع. اسمحوا بداية لي أن أرحب بضيفي الكريمين، الكاتب الصحفي الكبير ووكيل نقابة الصحفيين الأستاذ جمال عبد الرحيم. أستاذ جمال، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا سهاب. وكما اسمحوا لي أن أرحب أيضا بالكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ عصام الغازي. أستاذ عصام، أهلا وسهلا. أهلا بك. أبدأ مع حضراتكم مع استعراض لأهم الأخبار حوالين متابعة قضايا الموجودة في العباسية وميدان التحرير. المتظاهرون يحاولون الوصول لوزارة الدفاع والأمن يشتبك معهم، وذلك بعد احتشاد الآلاف في، وهذه بعض مشاهد نعرضها لحضراتكم، في عمليات كر وفر في العباسية بين المتظاهرين والقوات من الشرطة العسكرية، كما هو ظاهر لحضراتكم من النقل المباشر المشترك مع القناة المصرية الأولى. مسيرة من النور تتجه لوزارة الدفاع لإسقاط حكم العسكر، على حسب ما ردد المتظاهرين والمشاركين في المسيرة من مختلف القوى الثورية. عشرات المصلين من في مسيرات من مسجد الفتح ومساجد أخرى، ربع العدوية وما إلى ذلك، اتجهت إلى العباسية، والمشاركون في مسيرة ربع العدوية غيروا مسارهم في من الدفاع إلى العباسية، والمئات تحركوا نحو العباسية بعد انضمام مسيرتي التحرير والتوحيد. والأمن يغلق قبر العباسية والأهالي ينتشرون أمام الشوارع الجانبية، وبعض الرموز المصرية غابت عن زيارة الوفد الشعبي للمملكة العربية السعودية الذي تم اليوم، واللي هنزع لحضراتكم جزء منه بعد قليل. البعض تغيب منهم الدكتور وحيد عبد المجيد وأيضا الأستاذ المهندس أبو العلا ماضي، لكن سفير السعودية بالقاهرة أكد أن الملك عبد الله الثاني، جلالة الملك عبد الله ملك المملكة العربية السعودية، أصدر قرارا بعودة السفير السعودي إلى القاهرة خلال 48 ساعة. جلالة الملك عبد الله أصدر قرارا بعودة السفير السعودي إلى القاهرة مرة أخرى خلال 48 ساعة بعد زيارة الوفد الشعبي المصري. أعضاء من 6 أبريل يلقون القبض على مجند في مسيرة ربع العدوية، والأستاذ مختار نوح يصف العسكري بأنه بيلعب شطرنج مع السوار وسيخسر في النهاية، والشيخ حافظ سلامة يصف ما يحدث بين العسكري والأحزاب بأنه تقسيم لتركة مصر، وبيعتبروا أنه مؤامرة فجة. ملك السعودية قال للوفد الشعبي المصري: العلاقة بين البلدين لا تقبل المساومة، وخطيب التوحيد يطالب بمحاكمة المسؤولين عن أحداث العباسية. الشيخ فوزي السعيد خطيب مسجد التوحيد برمسيس طالب بضرورة محاكمة المسؤولين عما حدث في العباسية من مجازر. والجبهة الديمقراطية لستة أبريل تقول: لن نعتصم بالعباسية، ومسيرة التحرير تنضم للمتظاهري مسجد الفتح وبدء التحرك نحو الدفاع. وشباب التحرير يرفضون مليونية الزحف الثوري ويدعون للعودة إلى ميدان التحرير. حركة شباب التحرير رفضت الدعوة لمليونية الزحف الثوري وطالبوا بالعودة إلى ميدان التحرير. مسيرات تجوب ميدان التحرير والمتظاهرون يهتفون ضد المشير وشفيق. ومسيرة من النور تتجه للدفاع للتضامن مع معتصم العباسية. وستة أبريل تؤكد: لا نسعى لمهاجمة الدفاع وسنتصدى إلى عناصر التخريب. قيادة بالحرية والعدالة: مجزرة العباسية ذبح للإرادة المصرية. بيان من المتظاهرين للمجلس العسكري: ليه كرهت الناس في الثورة؟ ومسيرتان للإخوان وستة أبريل من مصطفى محمود إلى ميدان التحرير. ويعني أخبار أخرى عديدة موجودة على الساحة، لكن خليني أسمع بداية رأي ضيفي العزين أستاذ جمال عبد الرحيم وأنت وكيل نقابة الصحفيين، رأيك في المشهد الآن والعودة إلى احتشاد المليونيات
رغم اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، وهل هناك علاقة بين هذه السخونة في الأحداث واقتراب موعد الانتخابات؟ أستاذ إيهاب، حق التظاهر والتجمهر مكفول للجميع، المواثيق الدولية بتكفل له هذا الحق. ميدان التحرير، الاعتصامات اللي كانت موجودة على مدى سنة ونص أعتقد ما كانش فيه أي مشكلة بالنسبة لها. نعم. كلنا قلنا أنه ده حق مكفول للجميع، ولكن ما يحدث حاليا في ميدان العباسية وفي محيط وزارة الدفاع ده أمر مؤسف بالفعل، أمر محزن، لأن ما يحدث حاليا ينتج عنه سقوط شهداء، ينتج عنه سقوط عدد كبير من المصابين، ينتج عنه نزيف لدماء المصريين. فما يحدث حاليا أمر فعلا أمر محزن، أمر لا يسر عدوا ولا حبيبا، أمر حقيقي. وأنا بشوف المناظر والمشاهد، ودي وإحنا بنعرض مشاهد نقلا عن الجزيرة، كلام حقيقي. نعم. محزن. نعم. ومش محزن بالنسبة لي أو بالنسبة لك أو بالنسبة للأستاذ عصام، محزن لنا كلنا كمصريين أن نشاهد هذا الكر والفر بين قواتنا المسلحة وبين أبنائنا المصريين. أنا شايف أنه ده أمر خطير جدا وأمر محزن جدا، ويجب أن نتوقف فورا عن هذا الموضوع، خاصة ونحن مقبلون على انتخابات رئاسية بعد أسبوعين. نعم. أو بعد 17 أو 18 يوم. يعني ما هو المطلوب؟ أنا شايف أن فعلا مصر بتتعرض لمؤامرة دنيئة، يعني لا أستبعد أن تكون هناك بالفعل مؤامرة خارجية وراء ما يحدث مصر، ولكن للأسف الشديد هذه المؤامرة بأيدي المصريين. ربنا يستر أستاذ جمال، لكن خليني أسمع رأي كاتبنا الصحفي الأستاذ عصام الغازي. أستاذ عصام، هذه المشاهد التي ننقلها من العباسية الآن نقلا عن الجزيرة، وهذه المشاهد التي رأيناها من قبل وما سمعته من بعض الأخبار اللي استعرضناها، قراءتك فيها إيه؟ بحس حس الغيورين على بلدهم، شايف المشهد إزاي أستاذ عصام؟ قراءتي إن ده نوع من الفتنة، والفتنة الكبرى اللي بتفكرنا بالفتنة أيام سيدنا عثمان. هذه الفتنة بتتحكم فيها أصابع داخلية وخارجية. يعني احنا لما نبص على الحدود المصرية الإسرائيلية النهاردة ونلاقي ثلاث فرق إسرائيلية بتراقب الحدود، واقفة على الحدود. آه. بتستعد لاقتحام سيناء. ان شاء الله مش هيحصل ان شاء الله مش هيحصل، بس ما يعني لازم نستعد لده. في الوقت اللي الشعب المصري بيحاصر وزارة الدفاع اللي فيها قيادة القوات المسلحة، وهذا الحصار او التحرش بوزارة الدفاع، امبارح شفنا احد المشايخ على قناة الحكمة بيطالب المعتصمين باقتحام وزارة الدفاع والقبض على المجلس العسكري ومحاكمته وذبحه في نفس المكان. الكلام ده اتذاع في قناة الحكمة واتذاع في قناة سي بي سي، الشيخ أبو الأشبال. كيف نترك هؤلاء الناس المحسوبين على تيارات سياسية محترمة وشريفة، وكيف تترك هذه الطيارات أمثال هذا الرجل يتحدث بهذه الطريقة؟ في نفس الوقت أمريكا وحلف الناتو متربص بقناة السويس من أيام ما أجهزة الأمن مسكت بعض الناس راحة تضرب مراكب بتعبر قناة السويس، لأن هذا المجرى الملاحي بيشكل أهمية استراتيجية أولى بالنسبة للأساطيل البحرية الأمريكية. نعم. اللي بتعبر القناة عشان تروح تؤمن عملية ضرب إيران إذا كانوا عايزين يضربوا إيران، وبتدافع عن المصالح. ممر مائي دولي، يعني ممر مائي. نعم. دولي. نعم. فأمريكا عايزة تستولي على هذا الممر لتؤمن أساطيلها، وحلف الناتو عايز يخطف هذه الكعكة المادية اللي هي واقف عليها النهاردة الاقتصاد المصري وبيعتمد عليها، عايزة تسلب مصر هذا الامتياز لكي تنهار الدولة المصرية. إن شاء الله مش هيحصل، ومصر ستبقى قوية لأبنائها المخلصين. أنا كمقاتل سابق شاركت في حرب الاستنزاف وفي حرب أكتوبر، واخد أوسمة
أنا مستعد إني أخرج وأشيل السلاح ودافع عن بلدي. أنا لن أترك أبدا مجموعة من أطفال الشوارع والذين يحركهم المال السياسي وتحركهم الأغراض الدنيئة في الداخل لتصفية حسابات. وأنا عندي معلومات إن في ناس النهاردة بتحرض ضد القوات المسلحة تصفية لحسابات حدثت في بداية الثورة، بأن القوات المسلحة تركت بعض الجهات الشعب والثوار يعني يصفون مسألة الحسابة. مبدأ المؤامرة موجود بشكل فاعل، لكن ولا يجب أن نستبعد. نعم بالتأكيد أستاذ جمال، يعني مسألة ما دعا للشيخ أبو الأشبال وأيضا وظهور الشيخ الظواهري شقيق الأكبر لدكتور أيمن الظواهري في ميدان العباسية، البعض يعني علق على هذه الزيارة وهذه التصريحات ويتحدث عن ملامح جديدة في المشهد بظهور هذه الشخصيات وظهورها في المشهد مرة أخرى. قراءتك أنت كمتابع لملف الجهاد وهذا الأمر، شايف الدنيا مشهد؟ والله يا أستاذ زعب، خلينا نتكلم عن زيارة المهندس محمد الظواهري لأن ده موضوع مهم جدا. المهندس محمد الظواهري ده الشقيق الأصغر للدكتور أيمن الظواهري أمير تنظيم القاعدة. والمهندس محمد الظواهري يمكن كان خارج مصر من عام 76، يعني هو غادر مصر عام 76 بعد حصوله على البكالوريوس هندسة، وعاد إلى مصر عام 2000 مرحل من السعودية، ومنذ من اليمن، ومنذ ذلك الوقت ظل معتقل حتى أخلي سبيله منذ شهرين عقب صدور حكم ببراءته من المحكمة العسكرية في قضية عائدون من أسبانيا. ولكن المفاجأة كانت بالفعل مساء الأربعاء الماضي عندما توجه على رأس مسيرة من أعوانه إلى ميدان العباسية للمشاركة في المعتصمين، لمشاركة المعتصمين في اعتصامهم في ميدان العباسية. الهتافات التي تم ترديدها في ذلك الوقت حقيقي كانت مفاجأة. زيارة المهندس محمد الظواهري نفسه مفاجأة مدوية جدا، لها دلالات غريبة جدا. أنا بصورة شخصية لا أشكك في نوايا المهندس محمد الظواهري، لأنه هو المهندس محمد الظواهري ده معروف من أسرة عريقة أبا وأما وبأمانة شديدة جدا، وليس له دور فيما شهدته مصر من عمليات إرهابية طوال السنوات الماضية. يمكن الدكتور أيمن له دور، لكن المهندس محمد ليس له دور. ولكن الزيارة نفسها خطيرة، الزيارة نفسها يمكن أن يستغلها البعض خصوصا المتربصين بالإسلام في العديد من الموضوعات. على سبيل المثال، لو يعني عندما يبث عبر الفضائيات العالمية وعبر وكالات الأنباء وجود المهندس محمد الظواهري الشقيق شقيق أيمن الظواهري في ميدان العباسية، هذا الكلام له دلالات خطيرة. بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية سوف تستغل هذا الحدث ضد مصر ترويج لنوايا في تربص بمصر. يعني معنى وجود الدكتور المهندس محمد الظواهري في ميدان العباسية، يعني معنى ذلك أن مصر بها تنظيم قاعدة، رغم أنني أعلم تماما أن مصر لا يوجد بها أعضاء لتنظيم القاعدة، بها أعضاء تعتنق فكر القاعدة، لأن القاعدة ده فكر وليس التنظيم، يعني في الفترة الحالية أصبح فكر يعني. لكن المتربصين بالفعل هذا الموضوع هيثير العديد من الأسئلة وعلامات الاستفهام في المطرة القادمة. يمكن أنا تحدثت بالأمس مع الدكتور نجح إبراهيم ومع الدكتور صفوت عبد الغني بشأن هذه الزيارة. بالفعل أنا سمعت منهم ومن غيرهم رفض تام لزيارة المهندس محمد الظواهري لميدان العباسية، وخصوصا أن تلك الزيارة جاءت في وقت غريب، يعني اعتصام وقبل الانتخابات مباشرة. يعني الفترة المقبلة حقيقي أنا خايف على مصر جدا من مثل هذه الأحداث التي تشهدها ميدان العباسية. لكن محاولات البعض جمال جر البلاد إلى فتنة وطرح البعض، يعني حتى البلطجية اللي كانوا موجودين اللي كانوا بواجهوا
الشباب المعتصمين في العباسية، البعض قال إنه البلطجية تم اللي تم أو اللي تواجدوا أو شاركوا في ضرب المعتصمين كان بعضهم ملتحين، وكان في بعض من الخالات يقول لك ده بيجي يكبر وهو بيضرب علينا ومش عارف إيه. هل البعض بيحاول جر البلاد بالفعل إلى فتنة واستخدام ربما التاريخ الملصق بالعمل الإسلامي الجهادي في الترويج لهذه الفتنة وجر البلاد لمسألة ربما كما طرح البعض الجهاد وكلام إلى ذلك؟ كلامك صحيح، كلامك صحيح. بالفعل ما تردد خلال الأيام الماضية فيما يتعلق بملتحين وترديد هتافات إسلامية والحكم بشرع الله يعني هذا الكلام على فكرة ده يمكن برضو أنا هضيف عليها لزيارة الظواهري أيضا. نعم. إن ده في ضرر بالغ للتيارات السياسية، آسف للتيارات الدينية. نعم. الدينية الإسلامية. نعم. هذا الكلام ممكن يجعلنا يعني ما كانوا يوصفون الإسلام من قبل بالإرهاب، وكنا ندافع عن هذا المفهوم الخاطئ، الإسلام لم يكن أبدا دين إرهاب. لا. ودفعنا أكثر كلنا دفعنا عن هذا الموضوع. حاليا بيوصفوا الإسلام يعني جاء الوقت اللي هو ممكن دلوقتي بيوصفوا الإسلام بالإرهاب، ولكن من للأسف شديد هيحصل من المصريين أنفسهم. يعني ما يحدث حاليا أن السلفيين أو المتواجدين في ميدان المشهد بخير مسألة التداخل، ده كلامك صحيح. لكن خلينا أستاذ جمال نقف مع حضراتكم مع زيارة الوفد المصري النهاردة لزيارة الوفد المصري للمملكة العربية السعودية، محاولة لاحتواء الأزمة. هذه الزيارة كان وفد شعبي نسقت له العديد من القوى المختلفة، راح على رأس هذا الوفد رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى ورئيس حزب الوفد، وتحدث باسم الوفد المصري هناك فضيلة الشيخ محمد حسان. خلينا نشوف مع حضراتكم مقطع من كواليس هذه الزيارة ونرجع مع حضراتكم تاني لمتابعة أهم الأحداث على الساحة المصرية. الآن يا سيدي للشيخ محمد حسان ممثل التيار الإسلامي المصري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، خادم الحرمين الشريفين سلمه الله، أصحاب السمو، الحضور الكريم، يا خادم الحرمين، أؤكد أنه لا يوجد شعب على وجه الأرض فيما أعلم يحب بلاد الحرمين كشعب مصر. يا خادم الحرمين سلمكم الله، أؤكد أنه لا يوجد شعب على وجه الأرض فيما أعلم يحب بلاد الحرمين كشعب مصر، فشعب مصر تهوي أفئدته بلا استثناء لهذه البلاد الكريمة الطيبة، ففيها كعبتنا وقبلتنا، ويشرف ثراها باحتضان أطهر جثمان لدرة تاج الجنس البشري كله محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، نحب هذه البلاد تدينا، نحب هذه البلاد حبا نتقرب به إلى الله جل وعلا، ونجدد به طاعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وقف مخاطبا مكة زادها الله تشريفا يوم هجرته، وهو يقول: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. ولما هاجر إلى المدينة زادها الله كرامة، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد
أشد، بل ودعا لها بضعفي ما بمكة من البركة، فقال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. فهذا الحب متعمق في قلب التاريخ وفي جذور الحضارات، لا يمكن أبدا لأزمة عابرة أو لكلمات غير مسؤولة هنا أو هناك أن تنال من هذا الحب وأن تنال من هذه العلاقة القوية المتينة. فوالله لو صحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل. قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا. قد قيل إن له ولدا وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليلا. هذا قولهم في الله خالقهم، فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل. فلا ينبغي أبدا أن تؤثر على هذا الحب كلمات غير مسؤولة هنا أو هناك، أو أن تزلزل هذه العلاقة القوية المتغلغلة غلت في عمق التاريخ وقلب الحضارات خطأ هنا أو هناك. يا خادم الحرمين سلمكم الله هذا الوفد الكريم المبارك الذي شرفني ورفع قدري لأتحدث بالنيابة عنه، جاء وهو يطلب منكم كرمكم المعهود الدائم الذي يشهد به التاريخ والواقع. وإن كنا لسنا في حاجة إلى شهادة التاريخ والواقع، لأن الذي شهد بفضلية هذه البلاد وخيريتها هو ربنا جل وعلا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جاء هذا الوفد الكريم المبارك المتعدد الأطياف المختلف الفكر والثقافات يؤكد على عمق هذه العلاقات وقوتها، وإنه لا يمكن البتة أن تتزلزل وأن تتزعزع، ولكن يطلب منكم يا خادم الحرمين كرم الوفادة، ألا وهو أن يعود سفيرنا الفاضل، سفيرنا الفاضل إلى مصر الحبيبة التي أوصاكم بها سيدنا رسول الله، فقال لآبائكم الأولين من الأصحاب الأطهار: إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. هذا الوفد الكريم يطلب منكم يا خادم الحرمين كرم الوفادة بعودة سفيرنا إلى مصرنا، وأن تعود العلاقات بين الشقيقين، بين الجسدين اللذين حل فيهما روح واحد، والعينين اللذين حل في رأس واحد، أن تعود العلاقات بين البلدين أقوى مما كانت وأدعم مما كانت. فإن مصر الآن تمر بأزمة عميقة تحتاج إلى وقفة شقيقتها المباركة المملكة. وكلنا أمل في الله ثم فيكم. أسأل الله أن يحفظ عليكم أمنكم وأمانكم، وأن يحفظ بلاد الحرمين، وأن يحفظ مصر وجميع بلاد المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم من القاهرة مرة أخرى، وبعد ما شفنا هذه الكلمات المعبرة عن عمق العلاقات المصرية السعودية، علاقة مصر والسعودية علاقة تاريخية، علاقة تربطها أواصر طيبة سواء بشكل شرعي أو بشكل سياسي. مصر والسعودية الأختين أو الشقيقتين الكبيرتين للأمة العربية والإسلامية، توتر العلاقة بينهم بالتأكيد ما جاش من فراغ، لكن هناك أصابع خفية. وقد يقول البعض أن أنتم تؤمنوا بنظرية المؤامرة أو بتروجوا لكلام ده، لكن بالتأكيد هناك قوة تستهدف أن تتوتر العلاقة بين مصر والسعودية. خليني أخذ تعليق من الأستاذ عصام غازي على طبيعة هذه الزيارة والموقف بشكل عام فيما يتعلق. الزيارة بتعبر عن أحاسيس الشعب المصري، والدكتور محمد حسان فعلا كان بيتكلم بما يدور في أفئدتنا كلنا، وهو قد جسد مشاعر المصريين تجاه الأشقاء السعوديين الذين تربطنا بهم علاقات تمتد إلى آلاف السنين. بالتأكيد أستاذ جمال، تعليقك على هذه الزيارة.
هو طبعا ما حدث حدث أنا شايف أنه حدث عابر، ما حدث من تجمعات ومظاهرات أمام السفارة السعودية في القاهرة أمر غير مقبول. قرار استدعاء المملكة العربية السعودية لسفيرها أنا من وجهة نظر شخصية كان قرار متسرع، يعني الأمر ما كان يحتاج إلى كل هذه الضجة. لكن بعد زيارة الوفد المصري للمملكة العربية السعودية، وزي ما حضرتك قلت أن السفير السعودي سوف يعود خلال 48 ساعة، أعتقد أنه حدث عابر ولا يحتاج منا في الفترة المقبلة انه احنا نعلق اكثر عن هذا الموضوع. انا شايف انه زي ما حضرتك قلت شقيق دولتين شقيقتين، بالتاكيد اي اشقاء بيحصل بينهم خلاف وتعود العلاقات الى ما كانت عليه ان شاء الله باذن الله. برجع معاك حضرتك استاذ جمال، اللي زي ما شايفين على الشاشة البث المباشر من العباسية والتحرير ايضا، شايف سخونة الأحداث في ميدان العباسية ممكن توصلنا لفيه؟ نشوف أستاذ إيهاب الفرق بين التحرير، يعني التحرير في هدوء، في اعتصام سلمي، في مظاهرة سلمية، ده حق مشروع للجميع. ولكن ما يحدث في العباسية من كر وفر بين جنود القوات المسلحة وبين المتظاهرين، أنا شايف إن ده أمر غير مقبول، وأمر ليس في مصلحة أحد، ليس في مصلحة مصر، ليس في مصلحة أي مواطن. بالتأكيد أتمنى ألا تحدث حالات وفيات أو إصابات مثل ما حدثت في الأيام الماضية. شايفين خراطيم المياه، شايفين يعني أمر بالفعل غير مقبول. وبعدين أنا عايز أقول حاجة، هو اللي بيحصل ده يعني لو مواطن عربي أو أي مواطن في العالم يشاهد، هو دي حرب، يعني حرب بين المصريين. أنا شايف إنه ده حرب يا جماعة، دي وزارة الدفاع، دي وزارة الدفاع المصرية وليست وزارة الدفاع الإسرائيلية، دي مش حرب. أنا شايف اللي بيحصل ده حرب. هل هنا يعني حضرتك قلت خبر من شوية، خبر غريب جدا فعلا، يعني أضحكني كثيرا، إن أعضاء حركة 6 إبريل ألقوا القبض على مجند مصري. لا، ما ألقوش القبض على مجند إسرائيلي، وما ألقوش القبض على جاسوس إسرائيلي، لا ده ألقوا القبض على وما هو المجند المصري، المجند المصري الذي يتقاضى مرتب شهر 20 جنيه، المجند المصري اللي جاي من أقصى الصعيد أو من أقصى الوجه البحري، قبضوا عليه أسير. ده كلام غريب حقيقي، ده كلام غريب وعبس. هو الفترة اللي احنا فيها بقى مع حدوث الفتنة جمال، بالتأكيد هيكون في ترويج لشائعات كده، لكن كان طلعت بعض التصريحات قالت انه في حالة وفاة حصلت النهاردة، لكن وزارة الصحة نفت. واحنا نقلنا لحضراتكم الصورة من قليل، نقلت إصابة أحد جنود القوات المسلحة في خلال عمليات الكر والفر في واستخدام المية لتفريق المعتصمين أو المتظاهرين بعد محاولات الاقتحام السلك الشائك، شفنا مجند مصري مصاب. لكن أستاذ عصام تعليقك على الوصول بينا في لهذه المشاهد اللي احنا شايفينها، عمليات كر وفر ما بين المعتصمين وبين جنود قواتنا المسلحة، الزودة عن مقر وزارة الدفاع بهذا الشكل، بالتأكيد هو صيانة للدولة المصرية بشكل كامل. تعليقك على المشهد ده؟ تعليقي ان دي وزارة الدفاع اللي بتضم قيادة القوات المسلحة اللي بتحمي شرف مصر واللي بتحمي هيبة الدولة. وأنا يعني كنت أتمنى من المرشحين للرئاسة بدل ما يقطعوا حملتهم الدعائية كانوا ينزلوا يروحوا وزارة الدفاع ويلتقوا بالشباب ويتحاوروا معاهم، كل مرشح الرئاسة يروحوا مع بعض بدل ما يروح محمد الظواهري ويخلي التحرك مضاد للحركة الوطنية الحقيقية. القوات المسلحة دي هي اللي حررت مصر من الاحتلال الإنجليزي. احنا فضلنا محتلين 70 سنة، لم يستطع الأحزاب ولا القوى السياسية أيام الملك ولا أي حد قدر إن هو حتى ثورة 19 ما قدرش تاخد وعد من بريطانيا بالانسحاب من مصر. الجيش المصري بعد الثورة هو اللي أرغم إنجلترا على أنها تسحب جنودها في قاعدة قناة السويس بعد العمليات الفدائية
الرائعه جدا. مكانه القوات المسلحه لا خلاف عليها ولا جدال، لكن هي يعني كانت رساله اللواء مختار الملا في البيان اللي القاها الرساله كانت واضحه. شايف السيناريوهات في ظل هذا التدفق ربما على العباسيه، وزي ما شفنا حالات كر وفر موجوده قدام مننا في الصوره اللي بتنقلها من ميدان العباسيه، التطور ممكن ياخدنا فيه يا استاذي؟ اللواء قال بوضوح امبارح في المؤتمر الصحفي ان الاقتران من العرين، اللي يقترب من العرين عليه ان يتحمل مسؤوليه ذلك. الرساله واضحه، فاللي بيدفع الناس لانها يعني تعتدي على العرين وتتسلق الاسوار بتاع العرين ده انسان عايز يفجر حرب اهليه في مصر بين القوات المسلحه اللي مهمتها الدفاع عن شعب مصر وحمايته وبين الشعب المصري. الناس دول مش عسكر الفرنسيس، دول عسكر مصر، عسكر مصر اللي اتدفنوا في سينا بالالوف وهم اسرى دفنوا احياء. احنا مش عايزين نكرر المآسي اللي احنا شفناها ايام 67. استاذ عصام، يعني احنا واحنا باقي ايام على الانتخابات الرئاسيه، في وجهه نظرك من المستفيد من تصعيد وتيره الاحداث بهذا الشكل؟ المستفيد اولا القوى الأجنبية المعادية لمصر، وفي مقدمتها إسرائيل والولايات المتحدة. تاني حاجة القوى السياسية في مصر اللي لا ترى إلا مصالحها الشخصية وتسعى إلى اقتناص النفوذ بأي طريقة من الطرق، واللي لا يهمها إن يموت 10 شبان ولا 20 شاب من اللي هم يا إما مضللين يا إما قضيين من المال السياسي. إذن هناك حضرتك بتأمن بهذا الشكل على وجود نظريات بالفعل لتدبير هذه الأمور لإحداث وقيعة بين الشعب والجيش والقوات المسلحة؟ نعم نعم. أستاذ جمال، في وجهة نظرك تحرر يعني القوى العاقلة أو الرأي العام المصري من المفترض أن يتحرك إلى أي اتجاه في ظل هذه الفتنة الحديثة على أرض الواقع؟ رغم أن الشعب المصري بالكامل والتيارات السياسية والأحزاب السياسية تعلم أن ما يحدث حاليا في محيط وزارة الدفاع وفي ميدان العباسية خطأ جسيم، إلا أن للأسف الشديد البعض بيخشى أن يقول كلمة حق. على سبيل المثال، يعني ما معنى أن يصدر بيان عن جماعة الإخوان المسلمين يدين فيه الاعتداءات التي تعرض لها العدد من المعتصمين في ميدان العباسية ويدين بتصرفات القوات المسلحة؟ ما معنى أن يصدر بيان من مجلس الشعب يؤكد على نفس هذا الكلام؟ والعديد من التيارات السياسية أصدرت هذه البيانات. طيب ما هو الحل؟ يعني بدل إصدار البيانات، طب ما تتدخلوا لحل هذا الموضوع. يعني الأستاذ عصام قال كلمة عجبتني أنا بصورة شخصية دلوقتي، لما أقول أن ال13 من المرشحين للانتخابات، يعني ال13 دول فيهم هيبقى رئيس مصر القادم، بدل ما تعلقوا الحملات الانتخابية بتاعتكم توجهوا إلى ميدان العباسية بالفعل، كل واحد ومعه مجموعة من أعوانه لحل هذه الأزمة، يعني لأن مصر لا تتحمل مثل هذه الأزمات. فالإعلام له دور خطير جدا. كل للأسف شديد الإعلام بعد الثورة تحول 180 درجة، لم يصبح إعلام موضوعي. الإعلام حاليا أصبح بينافق بعض الثوار او بينافق مش بعض الإعلام. استاذ جمال، بالتاكيد مش كل ما هو الاعلام المصري. مصر بيها اعلام محترم، ما تنساش ان انا وكيل نقابه الصحفيين، فبالتاكيد لن اتهم كل الاعلام، لا طبعا. انا بتكلم على الاعلام الذي استفاد من الثوره، يعني الاعلام، في اعلام طبعا استفاد من الثوره، في اعلام اصحابه رجال اعمال للأسف الشديد هم الذين نهبوا مصر، هم الذين نهبوا أراضي مصر. حاليا الهدف الأساسي بالنسبة لهذا الإعلام بأمانة شديدة أنا شايف من وجهة نظري تدمير مصر. لماذا لا تقال كلمة حق؟ يعني ما يحدث حاليا
يرضي مين؟ لا ما يرضيش حد. يعني الكر والفر بين جنود القوات المسلحة والدماء التي تسيل والشهداء والمصابين وقطع الطرق ما يحدث. لا أنا زي ما قلت في الأول نحن لسنا في حرب مع إسرائيل، لا القوات المسلحة دي قواتنا إحنا مش قوات إسرائيل. أي حتى لو قلنا إن 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 المتظاهرين هيتمكنوا من 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 أسر عدد من الجنود أو أسر عدد من الضباط كما قال أحد المشايخ في مصلحة من، أنا شايف إن ما يحدث حاليا ده أمر خطير جدا يجب أن يتوقف فورا، وخصوصا نحن مقبلون على انتخابات رئاسية بعد أقل من 3 أسابيع. عندنا انتخابات رئاسية، المجلس العسكري من يومين قال في تصريحات واضحة جدا في حالة فوز أي من المرشحين يوم 24 سوف أسلم السلطة فورا. يعني لو في مرشح من ال 13 فاز من الجولة الأولى هسلم السلطة يوم 24. طب ده خليني أقف عند هذا التصريح. أستاذ جمال، قراءتك للمؤتمر الصحفي اللي عقده 3 من قيادات المجلس العسكري أو أعضاء المجلس العسكري بالأمس، قراءتك للتصريحات المختلفة التي تناولوها في هذا المؤتمر الصحفي الإعلامي؟ والله هو طبعا الأحداث اللي شهدتها البلاد كان في كلام كتير وتصريحات غريبة كلها كانت بتصب في اتهام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأنها وراء الأحداث التي شهدتها منطقة العباسية ومحيط وزارة الدفاع، وبالتالي فهو أيضا مسؤول عن ما سقط من شهداء ومصابين. كان طبيعي جدا أن يعقد المجلس العسكري أو 3 من قيادات المجلس العسكري مؤتمر صحفي للتوضيح الأمور للرأي العام المصري. أنا شايف أن التصريحات كانت متوازنة تماما، التصريحات كانت بتتحدث عن أن وزارة الدفاع غير مسؤولة عما حدث، وأن كان هدفها تأمين المنشآت الهامة. وأنا شايف من وجهة نظري الشخصية أن ده أمر صحيح. وزارة الدفاع أو تحدثوا عن تسليم السلطة، وده بالفعل يعني كان قبل المؤتمر كانت هذه التصريحات صدرت على لسان مسؤول كبير في المجلس العسكري. تحدثوا حذروا طبعا بالتأكيد وده حقهم، حذروا من عمليات اقتحام وزارة الدفاع، وقالوا ان اقتحام وزارة الدفاع ده خط احمر. وانا شايف انه ده برضو امر طبيعي، يعني كوني ان انا اخاف على وزارة الدفاع المصرية، هم بيحموا وزارة الدفاع المصرية مش وزارة الدفاع بتاعتهم. بالتأكيد دي وزارة الدفاع المصرية، وده يجب أن يكون هدفنا كلنا، لأن بكل أمانة دي وزارة الدفاع المصرية وليست وزارة الدفاع لأي دولة أخرى. نعم. أستاذ عصام، تعليقك على المؤتمر الصحفي اللي عقد بالأمس ل3 من قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اللواء العصار وأيضا اللواء الملا واللواء منبشي. التصريحات كانت عاقلة جدا، أوضحت أن مهمة جيش مصر هي الدفاع عن شعب مصر، وأنه لن يستخدم العنف إطلاقا ضد الشعب المصري مهما كانت الظروف. دي عقيدة عند الجيش المصري. الحاجة التانية أنهم حذروا المغامرين من الاقتراب من عرين الأسد، وأن الجيش المصري ده هو الحارس لأرض مصر ولحدود مصر وللدولة المصرية اللي عمرها 7000 سنة. هذه الدولة لا يجب إسقاطها تحت أي ظرف. الدولة المصرية أهم من الأفراد وأهم من الثورة كمان. بالتأكيد أستاذ عصام، لكن مشاهدينا الكرام أنا محتاج أسمع أصوات حضراتكم، محتاج أسمع تعليقاتكم على ما يحدث في إطار ميدان العباسية وأيضا إطار وزارة الدفاع الآن. هل أنتم مع ما يحدث بهذا الشكل في ميدان العباسية؟ البعض طرح دعوات صريحة لأن يعود المعتصمون لاعتصامهم في المكان الأصيل في ميدان التحرير والابتعاد عن أماكن ربما تثير شبهة في وجود في هذا الموقع وهذا التوقيت بالذات. البعض يطرح أن هناك سيناريوهات لمؤامرات تحاك لإحداث وقيعة بين الشعب والجيش، البعض يطرح محاولات لجرنا إلى فتنة جديدة، ونحن مقبلون على يعني مقربة أيام من انتخابات رئاسية هي الأولى في تاريخ مصر، انتخابات رئاسية نزيهة بين متنافسين من تيارات مختلفة مستقلين وحزبيين. هذه الانتخابات بالتأكيد هناك دول وقوى
ليس لا يهمها أو ربما تسعى إلى إيقاف هذه المسيرة للديمقراطية في تاريخ مصر. أول مرة في تاريخ مصر تعقد انتخابات رئاسية بين أطراف متعددة من تيارات وأحزاب مختلفة وأيضا مستقلين لهم فكرهم ورؤاهم الخاصة. بالتأكيد هناك مؤامرات تحاك في الظلام من أجل إسقاط هيبة الدولة المصرية. قبل كده سقطت وزارة الداخلية والآن يحاولون إسقاط وزارة الدفاع، لكننا بنناشد الجميع أن يعودوا إلى اللي عاوز يعتصم يعتصم، لسنا ضد الاعتصام، لكن خلينا بعيد عن هذه الأماكن الحساسة. وميدان التحرير يسع الجميع، وإحنا شايفين دلوقتي الشاشة كانت مقسومة نصين، نص في ميدان التحرير الناس بتطرح زي ما حضراتكم شايفين، ميدان التحرير الجميع يطرح آراء ويعلي لافتات، تعلي مطالبه بشكل محترم وحضاري. أما ميدان العباسية الأمور يعني تبدو غير حضارية بالمرة. نعم من حق المعتصمين أن يعتصموا، لكن ما حبكتش يبقى في ميدان العباسية يعني ونقعد جنب وزارة الدفاع ونستنى عشان خاطر حد يحدف طوبة يقوم التاني يرد عليه بطلقة، ومثير الشغب يعني يجرونا جمال يعني يجرونا لهذه المآسي اللي احنا شايفينها. بالتأكيد أمر زي ما قلت في البداية أمر محزن. بالتأكيد بعض البلطجية ومثير الشغب بالتأكيد سوف يستغلوا هذه الساحة لتنفيذ أغراضهم، أغراض بالتأكيد أغراض خبيثة وأغراض سيئة. نعم. وفي النهاية المجني عليه الشعب المصري، المجني عليه هي مصر، لأن ما يحدث حقيقي يعني أمر محزن، أمر مؤسف جدا يعني. مسألة استخدام، احنا شايفين استخدام مية في تفريغ مظاهرين جمال، ده هل بيعيد لنا الذاكرة للأحداث بتاعت الأحداث الأولى بتاعت الثورة المصرية واستخدام ما يفتفرق المظاهرين وهذا الشكل يعني مع ولا ضد التحفظ يكون فين؟ الناس احتارت. هو في بداية كلامك يمكن حضرتك قريت خبر ان عدد من المتظاهرين حاولوا اقتحام وزارة الدفاع فحدثت اشتباك الاسلاك الاسلاك الشائكة. ما هو يعني هم عملوا اسلاك شائكه. نعم. يعني هذا يعني ان دي الحد الاقصى للوصول، معنى ان انا احاول اقتحم السلك الشائك، يعني معنى لو انا عديت السلك الشائك يعني انا في محيط دخلت. نعم. وزاره الدفاع. نعم. فقلت ان في اشتباكات حصلت، طب ما هو الحل يعني من وجهه نظرك الحل يعني من وزاره من جنود القوات المسلحه؟ نعم. يعني بيستخدموا خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، وده امر طبيعي جدا وامر لم يستخدموا الرصاص. نعم. مثلا لم يستخدموا القنابل الغاز اللي هي بتصيب البعض. انا شايف حتى لو استخدموها من اجل تفريق المتظاهرين ده امر غير مقبول، بشرط ألا ينتج عنه إصابة أحد من المتظاهرين أو استشهاد أحد من المتظاهرين. نعم. المشاهد اللي موجودة قدامنا جمال يعني. هذه المشاهد أيضا لا تزال من العباسية، الصورة بتنقل يعني ما فيش ملامح واضحة، لكن يعني بتاخدنا الصورة لبعض يعني دي اشتباكات موجودة في ميدان العباسية. شايفين في الصورة عربات إسعاف والبعض يعني يتحرك في إطار ميدان العباسية، وشايفين البعض ابتدى يرتدي الكمامات. إذن هذا يعني مسألة لو كلمة بنقولها عصام لهؤلاء المتظاهرين في العباسية، هل حضرتك شايف ان الاولى ان احنا نبعد عن الاماكن اللي فيها شبهه او تثير قلاقل او تجرنا الى فتنه، ولا الاستمرار بهذا الشكل هيودينا على فتنه؟ احنا تربينا على ان المواقع العسكريه مكتوب عليها لافته تقول ممنوع الاقتراب او التصوير، ده لان هذه المواقع لها خصوصيه يجب احترامها. الجيل الجديد ما بيحترمش هذه الخصوصيه. الحاجة التانية أن الناس اللي واقفة في العباسية تسببوا في أن طلبة جامعة عين شمس ما يروحوش امتحاناتهم، أن أي مريض عنده أزمة قلبية ما يقدرش يروح المستشفى، أن الناس مروعين في العباسية، سكان العباسية مروعين مش قادرين يفتحوا دكاكينهم ولا يركنوا عربياتهم ولا يبصوا من الشبابيك. يعني شيء مروع أن ده يحصل في مكان في منطقة سكنية. فإيه المطلوب من الدولة أنها تعمله في مواجهة المخدرات اللي بتتباع على الأرصفة دلوقتي؟ خطف العربيات، خطف الناس، في إيه بيحصل بالضبط في مصر؟ ده نوع من الإيدز السياسي،
فقدان المناعة المكتسبة للشعب المصري. نور الجزيري تاني، ده توصيف طبي ده. ده نوع من الإيدز السياسي. يعني فقدان المناعة المكتسبة للشعب المصري. احنا بالفعل محتاجين نرجع تاني للقدرة على مواجهة هذه الصدمات، المحاولات للنيل من عزيمة المصريين في مواجهة كل هذه الفتن القائمة. ومعنا معنا الأستاذة داليا من الجيزة. أستاذة داليا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. إزاي حضرت الشيخ؟ اتفضلي. والله أنا كان أنا بقالي 3-4 ساعات بتكلم بتصل بقناة الرحمة أو قناة الفتح. حضرتك شفت طبعا اللي طلع في العباسية. نعم. احنا بننقل المشاهد دلوقتي يا استاذه داليا من العباسيه والمشاهد الموجوده وحواجز موجوده والبعض كان بيحاول يقتحمها. انا شايف المنظر، انا على فكره من حافظه القران الحمد لله، بس كان نفسي اقول كلمه حق اول مره تطلع. انا نفسي حاجه واحده بس ممكن تحل لنا، يعني لعل وعسى تعمل حاجه. قول يا استاذ. انا بس بطلب من اي شيخ كويس معانا في قناه الرحمه ربنا يبارك فيهم يا رب، واحد فيهم يطلع بطياره ويكلم الناس اللي في العباسيه، لان احنا طبعا في زمن الفتن دلوقتي، فشيوخنا كلهم واقفين دلوقتي في ميدان العباسيه. انا عارفه يعني انت شايفه ان العلماء دورهم دلوقتي ان يخاطبوا كل هؤلاء ليصرفوهم من ميدان العباسيه. انا عارفه ان هم بيخاطبوهم على الارض في ساحه المعركه زي ما بنقول. بس اللي راكب طياره دوت فوقيهم غصب عنهم كل اللي اي واحد هيسمع، مفيش حد مش هيسمع. يعني هو القضيه انه يوصل لهم يعني. بالظبط بالظبط. نعم. يعني غصب عنك انت واقف هتسمع. نعم. اذا واللي بيحارب ده برضه هيسمع. نعم. لان انا حضرتك صعبان عليا اخواتي اللي واقعين في الارض، انا اخويا في الجيش واخويا في الشرطه. بالتاكيد يعني يا استاذه داليا انت لمسي يعني جزء حساس جدا في هذه القضيه، دور العلماء يا استاذ جمال في هذه الازمه التي طرحها البعض من منطلقات شرعيه اصيله. في وجهه نظرك ما واجب العلماء والدعاء المخلصين الربانيين الذين يهدفون صالح هذه البلد في إطار هذه الفتن القائمة على أرض الواقع؟ كلام الأستاذ داليا طبعا كلام مهم جدا. العلماء دورهم دور مهم جدا، وكان الأمانة كان يجب أن يبدأ منذ بداية الأزمة، لكن أنا شايف دلوقتي صعب تحقيق هذا الأمر، لأن الأمور زي ما شفنا كده فيها كر وفر وإصابات وقتلة واتهامات متبادلة وأسرى وإسعاف. لكن يعني إذا كان معظم هؤلاء انطلق من منطلقات شرعية. يعني أنا أذكر الأربع الماضي عملنا مداخلة مع أحد المعتصمين في الميدان العباسية، قال إحنا جايين هنا إما النصر وإما الشهادة. مين اللي دعاك كده؟ قال الشيخ فلان والشيخ فلان. اتصلنا الشيخ نشأت أحمد كان أحد المشايخ اللي ذكرهم، اتصل معانا في الفقرة اللي بعديها وأكد أنه لم يدعو لذلك إطلاقا. الشيخ حازم إسماعيل نفسه طلع وقال أن أنا ما دعيت اللي طالع عشان خاطر حازم ما يقعدش في الميدان. ده صحيح. المسألة شايفها ممكن تودينا على فين؟ والتحرك لاحتواء هذه الأزمة، محاولات إشعال الفتنة لا تزال موجودة. يعني التحرك حاليا إحنا منطقة العباسية حاليا بيئة سهلة، بيئة خصبة للشائعات. نعم. حقيقي يعني. فبالفعل زي ما اللي اتصل بحضرتك وقال لك هذا الكلام أو اللي إحنا سمعناه خلال اليومين الماضيين بيؤكد صحة كلامي، أن المنطقة حاليا بيئة خصبة للشائعات. نعم. ففي مثل هذه الحالات حقيقي محتاجين إعلام، لأن الأستاذة داليا قالت أنه إحنا عايزين شيخ يروح بطيارة. نعم. لا، إحنا عايزين إعلام صادق يوصل رسالة. نعم. محترمة استكمالا للرسالة المحترمة اللي إحنا بنهدف لها أستاذ جمال، خلينا نروح مع مشاهدينا الكرام لميدان التحرير مع مراسلنا أستاذ محمد رأفت من ميدان التحرير للحديث عما يحدث على أرض الواقع. محمد أهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا محمد، يا ريت تحطينا في الصورة. نعم. ماذا يحدث في ميدان التحرير وطبيعة الأعداد الموجودة إيه؟ الأعداد تتزايد، ويعني هنا الأوضاع هادئة جدا، ولا توجد إلا منصة واحدة هي منصة الإخوان المسلمين، وبعض القوى السياسية تتفق معهم في هذه المنصة، حيث قال لابد من توحد الجهود وتوحد الكلمة، ونمثل ذلك في وجود منصة واحدة فقط تمثل جميع من هم متواجدون
في ميدان التحرير. نعم. استاذ ايهاب، ابرز المطالب الذي يطالب بها المتواجدون هنا في ميدان التحرير هي اسقاط حكم العسكر واعاده التشكيل للمحكمه الدستوريه العليا والغاء الماده 28 من الاعلان الدستوري وحل اللجنه العليا للانتخابات وتفعيل دور البرلمان وتفعيل قانون العدل السياسي، ايضا انشاء محاكم ثوريه لمحاكمه رموز النظام السابق، ايضا يطالبون باعداد دستور بتوافق وطني مع عدم اشتراط اعداده والانتهاء منه قبل الانتخابات الرئاسيه. طبيعه القوى اللي موجوده عندك يا استاذ محمد؟ معظم القوى الثوريه هنا متواجده، ولكن المتواجد بشكل كثيف جدا هم جماعه الاخوان المسلمون، وانا معي منهم الان من شعبه اخوان الصف بالجيزه الاستاذ محمد وحيده، معك على الهاتف. نعم استاذ محمد، اهلا بك. وعليكم السلام، اهلا بك يا استاذ محمد. اهلا بك. يعني وانت الان متواجد في ميدان التحرير وضمن تواجد الجماعه الاخوان المسلمين بشكل مكثف، يعني تواجدكم ماذا يمثل لكم، وهل في رساله معينه جماعه الاخوان عاوزه تقولها للمتوجهين او المتواجدين الان في العباسيه؟ انا لا اسمع صوتك بوضوح. انا ما اقول يا استاذ محمد، يعني انتم الان موجودون في ميدان التحرير، هناك بعض القوى موجوده في ميدان العباسيه، هل اصرار الاخوان على التواجد بمنصه واحده في ميدان التحرير ثم الانصراف في نهايه اليوم ده في رساله للموجودين في العباسيه؟ حضرتك الاخوان اصروا على التواجد في ميدان التحرير بعدا عن نقاط التوتر، وحتى لا نكون في صدام دائم مع المجلس العسكري، وحتى لا تكون هناك لإحداث فوضى يكون من شأنها أن يكون في سبب قوي للمجلس العسكري لإعلان تأخير الانتخابات، لأن مثلا البلد تكون غير مهيئة لإجراء الانتخابات الرئاسية، وهذا ما يرغب فيه المجلس العسكري. فالإخوان أرادوا أن يكونوا في ميدان التحرير حتى لا يكون هناك سبب يتكئ عليه المجلس العسكري في إحداث فوضى في البلد، يكون من شأنها موعد مقرر 30/6 ان شاء الله رب العالمين ان شاء الله. انتم يا استاذ محمد، يعني تعليمات الجماعه او اصرار الجماعه على الانصراف في نهايه اليوم ده بالنسبه لكم بيمثل ايه، وهل بالفعل انتم هتلتزموا بمغادره الميدان بعد صلاه المغرب؟ حضرتك المعلومات اللي عندنا ان شاء الله رب العالمين ان احنا ما فيش تكليف بالاعتصام لحين اعلان لحين اشعار اخر، قد يكون هناك امر بالاعتصام او تكليف بالاعتصام بناء على الاحداث التي نسمع عنها انها وقعت في ميدان العباسيه من اشتباكات بين المعتصمين وبين قوات الجيش، وان الجيش استخدم القوى المفرطه مع المعتصمين، وهو ما يشبه ما حدث بالضبط في احداث 25 يناير، فقد يكون هناك امر بالاعتصام او يكون امر بالانصراف. نحن يعني كما تعلم باذن الله رب العالمين عندنا سمع وطاعه، فلو كان الامر ان احنا بالانصراف عند يعني غروب الشمس اليوم هننصرف باذن الله. نعم. اذا بشكرك يا استاذ محمد على يعني وضعنا في الصوره بما لديك وموقف جماعه الاخوان المسلمين، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. استاذ جمال، برجع لحضرتك، يعني تعليقك على اصرار جماعه الاخوان المسلمين على التواجد وعدد كبير من القوى الثوريه في ميدان التحرير بعيدا عن منطقه التوتر في العباسي. حقهم حتى حقهم، يعني رغم ان المطالب اللي طالبوا بيها انا شايف انها ترددت كثيرا وطالبوا بيها اكثر من مره قبل كده، لكن حقهم يعتصموا وحقهم يتظاهروا وحقهم ان يطالبوا، طالما ان مثل هذه المطالبات والاعتصامات والتظاهرات هي مظاهرات سلميه فده حقهم ان يكونوا متواجدين في ميدان التحرير ولهم منصه، ومن حقهم ان يعبروا عن وجهه نظرهم. نعم. من حقهم ان يطالبوا بتسليم السلطه، من حق يعني مطالبات سلميه، مطالبات سلميه. يعني احنا نحن مع هذه المطالبات السلميه، لان لابد ان ثوره 25 يناير جاءت من اجل ان نعبر عن ارائنا وان نعبر عن وجهات نظرنا. تمام. ولكن ما يحدث في العباسيه
لا بأمانة لا علاقة له تماما، لا من قريب أو بعيد بما يحدث في مدينة التحرير. نعم. تمام، شفنا دلوقتي ال 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 القاء عمليات كر وفر، احنا يعني انت نقلنا منذ قليل عمليات كر وفر، هي ده انتفاضة؟ يعني أنا شايف فكرتني بالانتفاضة الفلسطينية بالطوب والحجارة. طب الفلسطينيين كانوا يستخدموا هذه الانتفاضة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، لكن نحن نستخدم هذه الحجارة ضد قواتنا المسلحة أو ضد أهالي العباسية أو ضد يعني ضد الشعب، يعني الشعب المصري فيما بينهم. ده أنا شايف أنه ده أمر غريب وأمر غير مقبول. بالتأكيد الأمر صعب، لكن خليني أخذ تعليق من حضرتك أستاذ صام على ما يعني إصرار جماعة الإخوان المسلمين التواجد في ميدان التحرير. بعض القوى الثورية طرحت العودة إلى ميدان التحرير بعيدا عن منطقة التوتر في العباسية. مسألة العودة إلى التحرير، هل شايف أن الإخوان بتواجدها الآن في ميدان التحرير بهذا الشكل وإعلانها أنها ستغادر الميدان بعد صلاة المغرب دي رسالة للتهدئة مع مواكبة الحدث؟ هي بتثبت حالة بس أنها موجودة في الشارع وبشكل عقلاني ومنضبط. نعم. لكن الكلام اللي قاله الأخ محمد كلام غير منطقي. يعني أنت عايز إيه بأن المجلس العسكري يسلم السلطة فورا؟ يسلمها لمين؟ إذا كان أنت بعد أسبوعين عندك رئيس جمهورية هيتسلم السلطة، والمجلس العسكري ما قالش أبدا أنه هيلغي انتخابات الرئاسة ولا هيأجلها، وأكد على ده على كل الألسنة اللي طلعت من المجلس العسكري تتكلم للرأي العام. طب أنت جايب معلوماتك منين أن المجلس العسكري عايز يأجل انتخابات الرئاسة؟ دي كورة نار نزلت في إيديه وهو عايز يتخلص منها، بس يتخلص منها بشرف وبمسؤولية. اللي بيحصل النهاردة ده تصرف القطيع وليس تصرف الثوار. اللي في ميدان العباسية تصرف قطيع وليس تصرف ثوار لهم قيادة يعني ولهم فكر. هو مسألة الاعتصام في حد ذاتها لا خلاف عليها، لكن الوصول مش في العباسية، الوصول به إلى منطقة التماس في العباسية بهذا الشكل ومسألة الجر الشكل من وقت للتاني مع الناس الموجودة، بالتأكيد ده ربما بيجر البلاد إلى ما لا تحمل إلى حرب أهلية. نعم بالتأكيد. مشاهدينا الكرام، أنا بصر دايما أن أنا أسمع أراءكم في اللي بيحصل في العباسية وفي التحرير. بالتأكيد تفاعلكم مع الأحداث سيعكس رأي الشارع. ومعنا اتصال، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو محمود من الأردن، أهلا وسهلا بيك. بداية أتوجه إلى الله العلي القدير الذي نلجأ له دائما وأبدا أن يجعل مصر أمنا وأمانا وسخاء ورخاء. أمين يا رب العالمين. ويتحسر ويتقطع قلبي عندما أرى حجر ينطلق على جندي مصري يقف يحفظ الأمن والأمان، وإن الصورة لبشعة ولا تدمي لها القلوب ولا تدمع العيون. هذه بلدنا، فكيف نرفع حجر على جندي مصري؟ نعم. هذا الجندي الذي يسهر الليل لكي ننام، هذا الجندي الذي كلف بحماية الوطن، هل هذا وضع يليق؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل مصر أمنا وأمانا ويرد قيد الكائدين. أمين يا رب العالمين. أمين يا رب العالمين. بشكرك بشكرك أخي محمود. أنني أتحسر عندما أرى الكل يشاهد ونقول له خفي وله ما خفي. هؤلاء أبناءنا، لا يجوز أن يرفع حجر على جندي مصري مهما كان. بالتأكيد بالتأكيد. بشكرك أستاذ أبو محمود من الأردن على حمايتنا وشرف. نعم. الجندي هو شرف مصر جميعا. نعم بالتأكيد. وزارة الدفاع والقوات المسلحة المصرية ستبقى حصنا حصينا لكل المصريين لحماية الثورة وأيضا تسليم السلطة إلى رئيس المنتخب بإذن الله. بأشكرك شكرا جزيلا لهذه المداخلة. رويترز بثت أن هناك مقتل شخص وإصابة 8 في الأحداث الحصيلة في وزارة الدفاع ومحيط وزارة الدفاع، وده الخبر اللي كانت نفته وزارة الصحة منذ قليل وقالت أنه لم يتم وقوع أي حالات وفيات حتى الآن في أحداث العباسية. بس حبيت أذكر الخبر للتأكيد على أنه وزارة الصحة نفت وقوع أي من الوفيات في إطار أحداث وزارة الدفاع. أستاذ جمال، برجع لحضرتك، عباسية وتحرير، بالأمس القريب كان العباسية للأغلبية الصمتة والمطالبين باستقرار النظام والتحرير للثوار. دلوقتي القوى الثورية انقسمت إلى جهتين، جهة تسعى لمناصرة ما يحدث في العباسية وجهة تسعى
لم الشمل والبقاء في التحرير. هذا الانقسام وهذه الحالات من التداخل في المواقف شايفه ازاي من وجهة نظرك في ظل مع يعني كل ما نقترب من عملية الحسم وتسليم سلطة وانتخابات المسائل تزداد فيها الانشقاقات وتتداخل المواقف. خليني اسمع دام حضرتك بعد ما اخد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام، اهلا بيك. ازيك يا زهاب؟ اهلا بيك يا سعلاء، اتفضل. زهاب، ايه اللي بيحصل في بلادنا يا زهاب؟ نعم، ايه اللي بيحصل في بلادنا ده يعني؟ ربنا يستر والله يا شيخ. يعني مفيش حد متكلم ولا مفيش حد متدخل ولا اي حاجه خالص. بالتاكيد المساله محتاجه لتحرك سريع يا استاذ زهاب. بالله عليك يعني حاول تبلغ الدعاء وام المصريين يعني الامه كلها المفروض تقوم بالدعاء يعني تقوم لله سبحانه وتعالى عشان حتى ربنا يفك اللي احنا فيه ده يعني. ربنا يغيث هذه البلد ويحفظها ان شاء الله. بشكرك شيخ علاء من سوهاج لهذا الاتصال. معنا الاستاذ صابر حواله. استاذ صابر اهلا وسهلا بيك. استاذ صابر من حلوان اهلا بيك. ربنا يهدي حال مصر وكده. عيب الاخوان المسلمين اللي بيعملوا ده، من ده العباسيه ده عيب، وده جنود مصر. الاخوان موجودين في التحرير، هم الاخوان. اه انا راجل امي، ودي الاخوان اللي بتعمل كده وبتقسم نصها نص في التحرير ونص في العباسيه. ما ينفعش يضحكوا علينا باسم الدين في الانتخابات، ما ينفعش علينا كده ان وشهم اتكشف. نعم الصابر، ويتو الله في مصر وجنود مصر. بالتاكيد الصابر، محتاجين الجميع يتقي الله في كل ما يفعل. وبالتاكيد الله في مصر ده المكان اللي هم ضربوا منه دوت، اللي خططنا منه لاسرائيل، اللي ضربنا اسرائيل منه، يضربوا من المكان اللي احنا خططنا منه لاسرائيل. نعم بشكرك شكرا جزيلا لاتصالك الصالح. معنا ام اميره من الدقهليه. ام اميره من الدقهليه، ايوه السلام عليكم. اهلا وسهلا بيك. وعليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي. ايوه لو سمحت، انا زعلانه والله، انا قلبي بيخطر من الدم. انا لما شفت المناظر ديت حرام والله حرام. ربنا يالف قلوب المسلمين، اللهم الف قلوب المسلمين يا رب. امين يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. ام اميره بشكرك. واحد في الشرطه العسكريه. بشكرك شكرا جزيلا. مصدر عسكري بيقول انه في 20 مصاب على الاقل في صفوف قوات الشرطه العسكريه بسبب هذه الاشتباكات الحاصله. برجع لحضرتك استاذ جمال، الانقسام والتفاعلات والتداخلات في المواقف كل ما نقرب من مرحله. هو الاسباب الاعتصام في العباسيه ده ايه اسبابه؟ اسباب شخصيه حقيقه، اسباب شخصيه في بدايته طبعا اسباب شخصيه. في بدايته بسبب استبعاد الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل. طب ما هو الاستبعاد، انا شايف الاستبعاد كان قانوني. اسباب الاستبعاد اعلنت تماما، تمام. بتتكلموا عن الغاء الماده 28 من الاعلان الدستوري. لا يمكن الغاء الماده 28 من الاعلان الدستوري. المجلس الاعلى لا يملك هذا الاختصاص، مجلس الشعب لا يملك هذا الاختصاص. من يريد تعديل الغاء الماده 28 من الاعلان الدستوري يرجع مرة أخرى إلى استفتاء عام. يعني المفترض نعمل استفتاء عام، فبالتالي هنأجل انتخابات الرئاسة، فبالتالي مفيش انتخابات رئاسة. يبقى الاعتصام العباسية سببه الأساسي، سببه الرئيسي هو مصالح شخصية، مصالح شخصية. الغريب كمان لقينا أن أعضاء 6 إبريل انضموا مع أعوان حازم صلاح أبو إسماعيل. يعني برضو لقينا تجمعات غريبة مختلفة أصلا. نعم. في الأفكار المصالح تتصالح، المصالح تتصالح. يعني ما علاقة الجمعة قبل الماضية كنا نخشى من وقوع عمليات مسلحة بين السلفيين وبين أعضاء 6 إبريل في ميدان التحرير. يعني دلوقتي زي ما حضرتك بتقول المصالح تتصالح وتلاقت وكلنا تجمعنا على إسقاط وزارة الدفاع. لا، أنا شايف إن ده مصالح شخصية، مصالح شخصية لا يجب أن يدفع ثمنها الشعب المصري، مصالح شخصية لا يجب أن تدفع ثمنها مصر بالكامل. يعني بسبب استبعاد أحد المرشحين تتحول مصر إلى هذه المعارك. لا، دي انا شايف ان دي مصالح شخصيه. حد يقول لي هم عايزين ايه؟ عايزين ايه؟ المؤسف استاذ جمال ان دلوقتي وصلتنا انباء انه المتظاهرين في العباسيه يحاولون اقتحام وزاره الدفاع من المنطقه الخلفيه، والوزاره تفرق المتظاهرين بخراطيم المياه. وزي ما الصوره بتنقل لنا من العباسيه، هناك بعض المصابين في صفوف قوات الشرطه العسكريه، وبالتاكيد الموقف خطر ويحتاج الى تدخل العقلاء. وانا بناشد عبر شاشه الرحمه كل علماء الامه، كل علماء المصريين
المصريين كل من له كلمة على هؤلاء المعتصمين في ميدان العباسية أن يغادروه الآن. ما يحدث في ميدان العباسية لا يرضي عدوا ولا حبيبا. ما يحدث في ميدان العباسية جر شكل ملوش لازمة. إذا كان المجلس العسكري أعلن أنه هيسلم السلطة في 24 مايو لو تم انتخاب رئيس، ما الداعي لا نستعجل الأمور الآن؟ المجلس العسكري أعلن بالأمس أي حد هيقرب من وزارة الدفاع دي ده خطوط حمراء. متظاهرين في ميدان التحرير أعلنوا للجميع أن سفك دماء المصريين خط أحمر، وأيضا وزارة الدفاع خط أحمر. وزارة الدفاع هي الحصن الباقي لحماية الدولة المصرية الآن. الاقتراب منها لا يؤكد لا يعبر بأي شكل من أشكال إلا عن أنه مؤامرة لإسقاط الدولة المصرية وليس إسقاط نظام، لأن المجلس العسكري النهاردة مش قضية مجلس عسكري بيحكم سياسة، لكن ده قضية جيش وكيان جيش يحمي هذا البلد. القوات الإسرائيلية متربصة بينا على الحدود بيراقبوا الحدود المصرية. الأخبار موجودة على كل المواقع، سرايا وكتائب والعديد من الفرق الإسرائيلية تراقب الحدود المصرية. الوضع الآن لا يستبعد على الإطلاق، وإن كان في معاهدة سلام وإن كان في قوانين ومواثيق دولية إلا أن كل القوى الدولية متربصة بينا الآن. ما يحدث في ميدان العباسية لا يصب في مصلحة أي حد، أي كائن أيا كان. بالتأكيد لا يرضي ما يحدث في العباسية أن نقتحم وزارة الدفاع، أن نسقط هيبة القوات المسلحة المصرية. ده ما بيصبش غير في مصلحة المتربصين بهذا البلد، ويريت العقلاء يتحركوا. الوقت أصبح لا يحتمل من يتورون خلف ستار الآن. الذين هيجوا هذه الجماهير، الذين هيأوا هؤلاء الجماهير يجب أن يخرجوا لهؤلاء الجماهير ويحدثوهم، واللي حضر العفريت يصرفه. إذا كان البعض بيقول أنا اللي بيعتصم ليا يغادر الميدان، لا، إحنا بنقول اطلع للي في الميدان وكلمهم، اطلع للي في الميدان وادخل جواهم. اللي بموتوا عشان خاطرك وعشان خاطر غيرك ارجع لهم واصرفهم من أجل شرع الله أن يعلو، ومن أجل السكينة والهدوء يعود إلى هذا البلد ووقت هذه الفتن التي أصبحت تتناصر في كل مكان على أرض مصر. أستاذ جمال لو كلمة أخيرة معانا. معنا اتصال أستاذ ياسر، أهلا بيك. أهلا، السلام عليكم يا شهاب. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. نبدأنا في الهاب بعد إذنك، أنا بس عاوز أوضح نقطة معينة. يعني تفضل أستاذ. لازم المصريين يفرقوا بين المجلس العسكري والقوات المسلحة. إحنا مختلفين مع المجلس العسكري كقيادة الفترة الانتقالية، لكن علشان نتعدى على القوات المسلحة ده إحنا كده بنضرب مصر في مقتل. إحنا بنخدم إسرائيل وأمريكا بطريقة غير مباشرة. أولا إحنا أنا مصري في الخارج يعني عامة، بس أنا بعتز بمصريتي وبتصل بقول أنا آسف من صغر. ربنا يبارك فيك. لكن إحنا يوم الجمعة إن شاء الله هننزل ننتخب وهنحافظ على مشروع الإسلام بتاعنا، لكن علشان دول مش متظاهرين ولا مصريين اللي بيتعدوا على القوات المسلحة. إحنا مختلفين مع المجلس العسكري كسياسة، لكن عشان نتعدى على الجنود المصريين الجيش هي مصر ومصر هي الجيش. لما يعني يحصل اشتباك بين مصريين والجيش ده احنا بندي صوره للعالم ان حصلت فتنه بين الجيش وبين الشعب، وده احنا بنرفضه تماما. احنا مختلفين مع المجلس العسكري كقياده في الفتره الانتقاليه، يبقى احنا مع المجلس العسكري، لكن عشان نتعدى على القوات المسلحه وعلى كرامه مصر ده مش هنقبله طبعا. بشكرك استاذ ياسر لهذا الراي العاقل، وما احوجنا الى العقلاء ان يتحدثوا ويطرحوا ما لديهم الرؤى حتى نستطيع أن نخرج من هذا المأزق الخطير. ومعنا اتصال أيضا من الأخت أسماء. أسماء السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك، تفضلي. الحمد لله. أخي لو سمحت، أنا يعني عايزة أقدم فكرة لحل هذه المشكلة، أن تتجه كل التيارات السياسية وعلى رأسهم يعني المتحدث الرسمي من حزب النور والمتحدث الرسمي من حزب الإخوان المسلمين وكل التيارات السياسية، أن تتحدث وتخرج على الإعلام على التلفزيون وتقول بأن الموجودين في ميدان العباسية يتوجهوا إلى ميدان التحرير أو أن ينصرف خالص بعيد عن ميدان العباسية. نعم، بشكرك أسماء لهذا الطرح، وبالتأكيد إحنا محتاجين كل القوى السياسية تطلع وتتكلم. آن الأوان أن يخرج من اختفوا خلف ستار كل الأيام الماضية، من أشعلوا الأحداث واختفوا خلف ستار، آن الأوان أن يخرجوا ويوضحوا الحقيقة للناس. اللي حضر العفريت يصرفه، مصر مش ناقصة عفاريت دلوقتي. خبر جالنا وإحنا على الهواء دلوقتي إن وزارة الدفاع ابتدت تتحرك
القوات المسلحة الآن تزيل كل القيام الموجودة للمعتصمين قرب وزارة الدفاع. العمليات يتم الآن إزالة الخيام اللي أقامها المعتصمين في محيط أو بالقرب من وزارة الدفاع. إذن المسألة وصلت مرحلة الحسم. مس جمال محتاج أسمعك. أمر خطير، يعني أنا شايف اللي بيحصل ده فوضى عارمة وأمر خطير. وأنا شايف النهاردة واليومين الماضيين يعتبروا من الأيام الصعبة في تاريخ مصر من بعد الثورة، لا يقل عن ما حدث في مجلس الوزراء ومسبيره. لكن أنا شايف لا، ده شايف كمان أخطر ما يحدث أمام وزارة الدفاع. ده أمر خطير جدا، أمر غير مقبول جدا، يجعلنا فعلا أن إحنا نقول أن إحنا محتاجين تحرك سريع زي ما حضرتك قلت من جميع العقلاء. محتاجين نكشف للناس ما أسباب هذا الاعتصام. محتاجين نقول للناس الحقيقة. لابد من الشعب المصري لازم يعرف أن، وأنا بقول هذا الكلام وأنا مسؤول عنه، أن ما يحدث حاليا في محيط وزارة الدفاع وفي العباسية أنا شايف أن دي مؤامرة على مصر. بالتأكيد دي مؤامرة على مصر. أنا قلت الأول أن دي حسابات شخصية بسبب استبعاد أحد المرشحين، ولكن لا أعتقد أن استبعاد أحد المرشحين يصل بنا إلى هذه المرحلة، إلى تدمير مصر. لا، مصر كده بتدمير، تدمر مصر كده، دخل على مرحلة فتنة، دخل على مرحلة حرب أهلية. لكن أنا شايف إن اللي بيحصل ده مؤامرة. المال السياسي بالفعل واضح أنه بيلعب دور خطير جدا. مصر هناك العديد من الدول، إسرائيل وأمريكا وبعض الدول الأوروبية، بالفعل هناك عدد كبير من الدول متربصة بمصر. بالتأكيد. أنا شايف اللي بيحصل ده مؤامرة دنيئة على مصر وشعبها. بالتأكيد. وإحنا بنأكد على مبدأ إسلامي أصيل أن الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. ما يحدث في مصر الآن جر إلى بحر من الفتن، لا نعلم ماذا سيصل بنا وماذا سيوصلنا. اللي بيحصل في مصر الآن فتنة كبرى ما بين الجيش والشعب. الجيش اللي ظل الحصن الحصين، الحصن الحصين اللي كل المصريين بيفتخروا به، واللي حمى الثورة في بدايتها، اللي كان لي الضربة القضية اللي حسمت المسألة لصالح الشعب المصري الأصيل، اللي الكل قال إن الجيش المصري رد الجميل للشعب المصري. النهاردة إحنا بنزيل هذه المنظومة المحترمة، بنأثر على صورتنا قدام العالم كله. كل ما نخطو خطوات نحو الاستقرار نواجه ببحور من الفتن. وأنا بكرر تاني، الفتن نائمة والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. عصام محتاج أسمعك مخاطبة للعقلاء. ماذا تقول للعقلاء ممثلي التيارات السياسية المختلفة، ممثلي القوى السياسية الذين حركوا هذه الجموع للتواجد في محيط وزارة الدفاع؟ تقول لهم يا عصام؟ أقول لهم اتقوا الله في مصر فالتاريخ لن يرحمكم. وعايز أوضح حاجة، إن المجلس العسكري هو القيادة العامة للقوات المسلحة اللي خاضت كل الحروب ضد الاستعمار ومن أجل تحرير مصر. هؤلاء ليسوا معزولين عن الشعب وليسوا معزولين عن القوات المسلحة، هم قادة القوات المسلحة بكل خبرتهم بيقودوا مصر النهاردة. فكيف نعاقبهم؟ كيف نهتف بسقوطهم؟ بقول لهم اتقوا الله في مصر في النهاية. بالتأكيد اتقوا الله في مصر كلمة بنقولها لكل مصري، كلمة بنقولها للي موجود في العباسية واللي موجود في التحرير، كلمة بنقول لكل القوى السياسية، كلمة أنا بوجهها بشكل شخصي باسم 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 كل كلمة وكل معنى يدل على الحفاظ على الشريعة الإسلامية والحفاظ على الوطنية. المسألة وصلت مش بس الاشتباكات مع وزارة الدفاع. الدكتور أحمد الأنصاري نائب رئيس هيئة الإسعاف المصرية قال إنه في اشتباكات بتحصل حتى مع من يحاولون إسعاف الجرحى. الثورة من أول ما بدأت كان البعض يشتبك مع الشرطة، مع الداخلية، مع أي جنود رسميين موجودين، لكن الإسعاف اللي بيسعف المرضى ده ذنبه إيه؟ إن يتم الاشتباكات حتى مع اللي بيسعف المرضى ده محدش يعملها إلا واحد عاوز يعمل فتنة، عاوز يسيب الجريح ده لغاية ما يموت في ميدان العباسية عشان بدل ما يبقى جريح يبقى قتيل، ونزود عدد الوفيات والمسائل تسخن أكتر. إيه ذنب بتاع الإسعاف وهو بيسعف جريح أو مريض في ميدان العباسية؟
أكثر من 20 فرد من الشرطة العسكرية المصرية أصيبوا في هذه الاشتباكات. يا جماعة عاوزين نقول للناس أفراد الشرطة العسكرية دول ما هم دول المصريين المجندين، أخويا وأخوك وعمي وعمك وخالي وخالك، هم دول الشرطة العسكرية وهم دول الجيش المصري، الجيش المصري اللي فضلنا سنوات طويلة وإن شاء الله سنبقى نفتخر بخير جند الله لنبينا صلى الله عليه وسلم وصى بيهم. يعني هذا لا يرضي عدوا فضلا عن أنه لا يرضي حبيبا. أنا بأدعو عقلاء الأمة، عقلاء كل التيارات والقوى السياسية، بدعو كل المرشحين للانتخابات الرئاسية، بدعو كل القوى السياسية، بدعو علماء الأمة أن يوضحوا أن ما يحدث في ميدان العباسية هو جر البلاد إلى بحور من الفتن. أستاذ جمال، يعني البعض تحرك من منطلقات شرعية، لو حبينا نطرح ليهم فكرة حجم الضرر الممكن يقع على مصر، لا قدر الله لا قدر الله لو سقطت وزارة الدفاع لا قدر الله. شوف، لو منيجي نتكلم يا أستاذ إيهاب أن البعض بيتكلم على النصر أو الشهادة، النصر أو الشهادة، هو ده منطق، ده منطق خطير جدا. لا يعني إحنا، أنتوا مش بتحاربوا إسرائيل أو بتحاربوا الكفار، لا أنتوا بتحاربوا أو أنتوا بتواجهوا القوات المسلحة المصرية المسلمين، المسلمين زينا. يعني لا ده مين قال الإسلام قال كده؟ لا، الإسلام بريء من مثل هذه الأفكار بالتأكيد. تمام؟ فيما يتعلق بالسؤال اللي حضرتك سألته، لا يعني وزارة الدفاع أنا بأكد لك يعني لم ولن تسقط ولن يؤثر فيها مثل هذه المظاهرات أو هذه الأحداث. أن وزارة الدفاع المصرية التي لم تسقط طوال تاريخها وواجهت الأعداء ومنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وبتحمي حدود مصر لن تسقط إن شاء الله بسبب إن شاء الله بإذن الله لن تسقط. وهرجع لحضرتك تاني، خلينا نروح بس ميدان التحرير سريعا مع محمد رافت. محمد أهلا بيك. الاتصال انقطع، نعود الاتصال به مرة أخرى. أستاذ جمال، لا، وزارة الدفاع لن تسقط، وزارة الدفاع المصرية والجيش المصري لن يسقط. إذا كان هناك أخطاء من بعض أفراد المجلس العسكري يعني بالفعل، لكن بنتكلم عن الجيش المصري، عن الجيش يعني المصري، يعني عن الجيش المصري. في النهاية هو الجيش بيقدم ما يعني قدر ما ييسر لي. أنا راجل، أنا دلوقتي صحفي، جي واحد قدامي مريض، أنا بسعفه على قد ثقافتي ما تديني. هو في النهاية وزارة الدفاع هم مسؤولين عسكريين، ممارسة العمل السياسي قد يكون أمر مستجد عليهم، قد يكون اجتهد واخطا واصابه. استاذ عصام، لو كلمه اخيره تقولها، لا قدر الله لا قدر الله لو حصل يعني اللي حصل ده ممكن يكون تاثيره ايه على وزاره الدفاع وحجم استعداد قواتنا المسلحه الباسله لمواجهه اي خطر خارجي يهدد مصر وامنها. قواتنا المسلحه لن تسقط على ايدي شرذمه من المتآمرين. قواتنا المسلحه لسه عاطيه مصر من اسابيع 7 مليار بدل ما تروح تستلف من بره. 7 مليار لم تكن في خاطر الوزارة. المشير قال لهم خدوا 7 مليار بدل ما تروحوا تستلفوا. القوات المسلحة هي في وقت الأزمات هي اللي بتنزل، في أزمة رز بتنزل رز، في أزمة لحمة بتعمل شوادر لحمة وتنزل اللحمة بأسعار منخفضة، في كل المواد اللي هي المؤسسة الاقتصادية للقوات المسلحة بتنتجها بيستفيد منها الشعب، مش بس بتمثل اكتفاء ذاتي للقوات المسلحة. القوات المسلحة عقيدتها القتالية من البداية هي العقيدة اللي أوصانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم تحرق بيتا، لم تروع آمنا، لم تقتل رجلا، لم تغتصب امرأة. يعني إسرائيل لما انسحبت من سيناء حرقت مستعمرة ياميت، إحنا عمرنا ما حرقنا بناء موجود. القوات المسلحة قوات متحضرة شريفة وستظل هكذا إلى الأبد إن شاء الله بإذن الله. أنا يعني خدت من وقتكم كتير وشرفتونا، وربنا يعدي الأمور على خير. في نهاية هذه التغطية، نهاية مؤقتة إن شاء الله، جمال بشكرك شكرا جزيلا لوجودك معنا النهاردة، وندعو الله أن يعدل الأمور، تعدي على خير والأمور ربنا يسلمها إن شاء الله. أستاذ عصام الكاتب الصحفي المعروف بشكرك شكرا جزيلا لوجودك معنا النهاردة. مشاهدي الكرام، بأشكركم لمتابعة
هذه المتابعة الحسيسة للأحداث الموجودة على الساحة. نسأل الله أن يجنب مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن، ولعن الله الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها. وبأدعو كل عقلاء الأمة المصرية، العلماء وقادة التيارات السياسية، قادة التيارات الدينية، كل اللي ليه كلمة مسموعة في البلد النهاردة، فرض عين عليه انه يطلع يتكلم يقول كلمه لله وللوطن عشان خاطر الامور تعدي وربنا يسلم على مصر، وان شاء الله مصر باقيه وجيشنا ان شاء الله جيش باسل، وان شاء الله الامور تهدا وتعدى على خير. بشكركم لهذه المتابعه ولكم كل التحيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.